بدأ الهمس في أوساط القريبين من حزب الله يرتفع في شأن حتمية انسحاب سليمان فرنجية من السباق الرئاسي. يصر وزير سابق تسلم حقيبة أمنية على سحب اسمه من التداول الرئاسي منعاً للبازار من جهة وللحفاظ على حظوظه من جهة أخرى. يتحدث مواطنون عن خوات يفرضها معنيون بتأمين المياه في أحياء متنية في مقابل تحويل المياه أو استمرار قطعها.